مرحبا ترحب ترقى سلود واضية والطيبة من جودها مرحبا ترحب وبلا قيود والنفوس الطيبة مقصودها مرحبا ترحب مثل الورود من بساتين تفوح ورودها ومرحبا ترحب دايم تزود يوم جود الناس من ما جودها ومرحبا ترحب ترقى سلود من كرمها ما تضيق حدودها مرحبا ترحب ترقى سلود واضية والطيبة من جودها مرحبا ترحب وبلا قيود والنفوس الطيبة مقصودها مرحبا ترحب مثل الورود من بساتين تفوح ورودها ومرحبا ترحب دايم تزود يوم جود الناس من ما جودها ومرحبا ترحب ترقى سلود من كرمها ما تضيق حدودها المحطة دي فيها كل شيء.
الله حي الله يسلمكم مساكم الله خير كريم الله انا ما قابلنا ان شاء الله.
نبارك للمعاريس ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم الخير والله يرزقهم الذرية الصالحة. ما يبقى يهنا والله ما يبقى يهنا والله الله يسلمك الوضع محمد مره كيف يمشي انت راعي انت راعي الفعل الطيب جعلك حي انت واخوانك جعلك حي السلام عليكم السلام عليكم اجرون يا جماعه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ابو علي ابي هلا انا
هذا ابو جاري يسلم عليك. قبلكم هو الكرامة هو العطيم وما من العجيمة معين حتى من عوالي عايض بن حسن وكل ابوهم ما برجال من اجب علي ولا جلت البشر وانا هو قال اموت خلاص انت انت اسمحوا لنا لقل شيء ما في حق الكرامة يا ابو علي جاكم في الرياض امسكوا لا ولا لا تمشي كيف ما اقول عبد الله بن
السلام عليكم. السلام. الله حيك. الله يحييك. السلام عليكم. السلام. الله يوفقكم الشباب المسلمين من أجمعين. معنا من أسبة إجباء اللي أساميهم إياه موجودة. مع ابن علي. هنا ثماني هالات. وحطها الكثير. لا خلل ولا عجب، بقولكم يا ابو فاقه ومجيكم عندي احسن من العطا والشيء كله. والله يحييكم ويحيي ما قلتوها، طلعت مالاكم ولا عدمنا. تعال هنا يا ابو خالد. يحييكم اللي عنده شغل ولا شيء عسى العشر الساعه 10. تعال ابو خالد دوس. 9:30 ونص الى 9:30. 9:30. عشان راقدهم قايمين من عليك. هلا يفوت العشاء. 9:30 واحد يغاب. ايوه. تعال هنا. Thank you.
حيهم الله حيهم مرحبا مقرون شباب ارحوا رفع صوتك ويسر لها امره ويجعلها الف مبروك ما يسوي البنين ان شاء الله مال اخوك يا اخي المعرس المعرس ونقول كما قال الرسول بارك الله لهم وبارك عليهم الفو الفو السلام عليكم الله انت يا رجال سلم على الوالد ابلاوت البركه المبروك ما سويت يبارك فيك ان شاء الله يبارك فيك ان نجيكم عندنا دون العطاء واجب ولا اله الا الله ومعذورين مستورين من عذركم ما دهمناكم الا معذره ومحبه انا طالبكم انكم معذورين في العطاء انا طالبكم حق واجب يعني ما تلتزمون لا تلتزمون الله لا يهيب مجمع حالكم انا مسعود اما بدك يا عمي تعال لك تعال هنا اسمع نبدا ايش مبارك والله فيك ذاتي وشدني وعاوني ان الله معنا 500 ريال مني انا وخواني هيك يلا تمنوها وانك يلا اللهم صل على النبي قول لا اله الا الله اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميلكم واحد لا جميلنا كل واحد جميلنا لا كل واحد الله يرحمك الله يرحمك الله يرحم الله والديك الله يرحم ابوك الله يرحمك على قول الله على قول المهم سلام عليك سلام الله بالخير الله يحييك يا الله سلام عليك زين زين
حياكم وحيا من جيكم وعطاكم، قول لا اله الا الله. وعليكم الراس وبطن. انتم فيك عملكم انتم فيه وزواجكم وجعل على القوه والمسره. وابدا معفيين عنكم، والله ما تجينا. والله ما تجينا. والله انجتني. لا تحلف والله انجتني. لا تحبنا. اني حلف. يا رجال ما غربت والله انا محمد علينا ما تدخل علينا وانتم عندكم عندكم زواج وعندكم مهل وعطاكم وصل والله العظيم انها ما يدخل علي اني قلت والله قل لا اله الا الله ما عزمتكم الا محبه ما عزمتكم الا محبه وتقدير اما العطاف والله ما هو باللي تو العين وجيتكم عزيزتي وغاليه والشباب اللي اتصلوا وعندهم شغل والدوام معذورين
وما عطاكم تعتبره وسط، ولكن والله ما يدخل لي بيه. قلت والله كان الله يعلم قدرة بيت غير. انا ما عزمتكم الا محبه وتقدير، واللي بيني وبينهم اللي بيني وبينهم عمي ثاني، فهذا ما في يضل وجيه. والله مرحبا يا شايف. السلام عليكم. السلام. وجري يا رجال. والسلامة. وش حالكم؟ عساكم طيبين. اللهم عليك بعدك عبنا مسلم عليك. سمع رسول الله. سدد له الطريق والله يجعلها على مرضاة رب العالمين. وانت يا ابو علي وافي نجبل اعوارك من الطريق. معي مع والد من ابو انا وابو بدر. الله الله. ومعنا طال عمرك هدايا. بشتن لك. على ذراع وهديه الخاص للناس بن ضافد بشت وعود النزره وحقكم اكثر وهذا رمز وحنا جايكم مشاركين وبروسنا وبقصيدنا وكل منا للثاني في الامور الاكبر من ذي وسلامتكم. حيا حيا ما جيت والله حييكم تحيه العلم وحق ما جانا مجيكم ومجيكم عندنا كرامه وبعد ولا اله الا الله. اما من اللي في يدك مقبول واللي غيره ما في يرجع شيء. والله سلم عليك يا عبد الله. الله يهينك. 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 Thank you.
Thank you.
السيدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ضيوفنا الأفاضل، ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا، الله يحييكم نثريكم الترحيب ترحيب الغلا. حضوركم زاد الفرح فرح، وزاد المكان نور، الله يحييكم جميعا. ونقول لفارس هذه الليلة العريس فهد بن ظافر بن ناصر، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نرفع لهم أسماء آيات التهاني والتبريكات بنجاح موسم حج هذا العام، ونسأل الله عز وجل أن يديم على هذه الدولة أمنها وأمانها، وأن يعز ولاة أمورها، ومن أرادها بكيد أو شر نسأله أن يجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه. أيها الحفل الكريم، خير ما نبدأ به برنامجنا لهذه الليلة آيات عطرة من كتاب الله الكريم يتلوها على مسامعكم عبد العزيز بن ظاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نار ذات لهب، وأمردوا عما لشى الحطب، في جذع عبل من مسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، معنا في هذه الليلة كوكب من كواكب الشعر، شاعر لا يشك له غبار، غني عن التعريف، الشاعر عبد الرحمن بن قربع السنحاني، فضلا وليس امرا يتقدم الى المنصه. الشاعر عبد الرحمن بن قربع، نطلب منه قصيدتين او ثلاث قصائد. مساكم الله بالخير. الحقيقه ما حضرنا الا نرضي الجميع، والشان هذا نعده يخصنا، وان مشاركاتنا دائم على الميكروفون وحده بس، لكن اللي تغليهم اللي يطلبون اكثر. ابيات مختصره قبل القصائد اللي تسمعونها إن شاء الله، والطيب يعطى حقه، كبير ولا صغير، وراع القدر يستاهل التقدير، والطيب واجب علينا كلنا نقدره ونعطي حقه. ناصر بن ظافر معنا في الرياض وعلوم أغان، الجار يقدره ويحبه، والخوي يقدره ويحبه، واللي مثله يرفع اسم القبيلة ويفتخر به. جاني لهذا الحفل دعوة عزيمة من رفيق غالي ومطلق ووافي،
ناصر اللي كفه يجيب الغنيمة وابو ظافر سيف عز ودرع باغي انهرج عارف انهرج عارف ولهيم من كريمة وينطح الماجوب وافعاله الشافي شايبه قبله جمع شيمه وقيمه واشهد ان العود خلف له اسنافي يا الهران اشهد ان فيكم ستيمه يوم غيره ما يبي غير العواقي. سلامتكم. صلوا على رسول الله. نعطيك ملام قصيده للرشيد قصيده لرجل من ربوعنا لا علو مغامه وسوى موقف ما حد سبق عليه واللي مثلها تكرر قصيدته في كل مناسبه عند الحفل اللي سويناه في الرياض قبل 8 سنوات باسم سنحان. أقول على الله توكلنا وبسم الله الرحمن إله ارفع سمك السماوات وأعلاها هو اللي يحب الصفح والعفو والغفران وحق القصاص وسيرة العفو بداها هو الآمر الناهي وله في عباده شان وانا عبد من يامر عباده وينهاها بعدها رحبو ترحيب مخها مليان ولولا غلة ضيوفنا ما دعيناها هلا عد ما يبرق ويرعد له دندان وعد الغيوم وعد ما صب من ماها هلا بالقبائل والمشايخ وبالعيان هلا بالجموع اللي يشرف محياها هلا باسم ربعي هلا باسم ربع انت تفرح بشوف تضيف هام سنحان تثني واجب الضيف لجاها هلا باسم ربع انت تفرح بشوف تضيفان وسنحان تثني واجب الضيف لجاها بحفل يكرم فيه شيخ من الشيخان عزيز الجناب اللي علومه شهدناها ابن شيحة اللي عن صعب المواقف بان وترى من رجال الله لما جات بلواها نهار احضروا في ساحة العدل والميزان وحل القصاص وعانى الصاف ترعاها وقادوا غريمة بالسلاسل على الميدان سوات الذبيحة ما بقى غير ذكاها وقبل ضربة السيف ومع منتهى الإعلان نطق بالعفو واخلع عن النفس وعباها وبعد ما عفانا داه في مكتبه سلمان وقال اطلب وكل طلباتك بتلقاها وقال اطلبي ما ينبغي له قدر الامكان طلبتك 3 اشياء ولا غيرها ابغاها ابي منك تطلق خصمي من السجون الان وتحسب جميع مرتباته ويعطاها ورده على نفس الوظيفه وهو فرحان ولا عندنا الا هذه اللي طلبناها قد اسمه خوي لولدك والخوي صار ولو فعلته ما تجمله يوم سواها قد اسمه خوي لولدي والخوي صان ولو فعلته ما تجمله يوم سواها وتابع مطالبها بنفسها وكل شنزان طلبها نسامح واحمر العين لباها تقرب من الله والله المعطي المنان وخلى ملايين الخلايق ودنياها ولمني ذكرت افعال ابن عميك حيلان ذكرت المهادي في علوم من سمعناها وهذه علومه والقبائل شهود عيان وابن عمنا نفسه على الطيب ضراها ترى البيض تبنى له على شم خض العان وراع الجمايل بن واميس يتباها ولا هي غريبه وابن شيعه مع العربان شجاع وكريم وحكمه العرف يزهاها مواقف ابو عبد العظيم اصبحت عنوان ومن حبها الله دل نفسه وقداها وفي ذمه انه طير حر ومعه جنحان عياله على قسم النواميس رباها وطالت رفيقي طالت اللي وحنا اخوان ولا بهي يمين تصدق بغير يسراها وهو من بني عمي وكل العلوم اسمان ولا ثقلت وكادت بركنا وشناها ولا عدة فعول العرب عزوتي سنحان اجبال الرواسي والمجنين تنصاها ولا حبها الزله ولا حبها الحقران نحب الجمايل واللفت ما جحدناها ولا طيبنا الا من بني عمنا قحطان قحاطين عز ما تهون حماياها وتاريخنا يشهد مع الدين والايمان وساس العرب وصل العروبه ومبداها ولا اصطكت بيبان نفتح النبيبان ونلقى الصعاب القاسيه ونتحداها ولا الجبال الراسيه مارست وديان وقبل التعشان المنيا تغداها وكل القبائل ما لحق فيهم نقصان في كل قوم حقها من طناياها لا العمي مهما كان ومن لامني في حبها جعلها فداها وفعل ابن شيحه والخوبه عبر الازمان ولا بول فعل القبيله ولا تلاها وسلامتكم. اعطيكم على حسب الطلب الاخيره والباقي كملها لكم قزوعي. اه يا كثر البنادق ويا كثر الرمي آه يا كثر البنادق ويا كثر الرمي بندق ترمي وتسعين ما يرمى بها ومن البلجيك عندي ومالي محزمي والضريبة ما تعدى وانا ضرابها كم صبي الا وقف دور ربعه صيرمي لين يرفع صيت ربعه على مرقابها
وكم صبي غم ربعه وشفرت حرمي وانت قدم فشل حضورها وغيابها في صعيبة المواقف رزيت علمي يوم رديان الروابع ما هو يضرابها وردي ليش شاف غيره خذ الطاله عمي لا ترك من جاب طاله ولا هو جابها وردي ليش شاف غيره خذ الطاله عمي لا ترك من جاب طاله ولا هو جابها اجتهد في فعل ميلي يقولي من فمي ولو فوق من واحد دبرت سرنابها والرفيق اللي تهاون ويسمع مشتمي لا يرافقني ورفقته ويش ابغابها والله اني عن غيبات الاصحاب احتمي يقطع اصحاب ما تحمي ظهور اصحابها وسلامتك. مشاركه للشاعر ناصر بن عبيد النهاري ونظرا لظروفه التي منعته من الحضور يلقيها نيابه عنه سعد بن ظافر بن محمد. السلام عليكم. أرحب يا رجال. هذه قصيدة من الشاعر ناصر بن عبيد النهاري العبيدي. مسندها ناصر بن ظافر بمناسبة زواج أخوه ويعتذر بالوصول لارتباطه في الحد الجنوبي. يقول يا سلامي عد ما لاح دروق الخيار وانتذر ما هاب سيلة سهجوا ديانها يا اهل الطالات والمجد يا رؤوس الرجال يا الهرم الفحامية حدانها رؤوس سنحان المكارم حميدين الخصال رؤوس سنحان المكارم حميدين الخصال قمة البخر المسمى وهم شجعانها يلطمون الضد بالرمح واعداد السلال ثابتين بالمعارك على ميدانها اصنعوا بالمجد مجد تليد لا يزال ثابتين بالمعارك على ميدانها اصنعوا بالمجد مجد تليد لا يزال وبالمراجل كسري منعم ورهانها وصل من داعي ولا لي على المطلق مجال ولو اجوا في مغلظه فتحت في بانها في رسوم الحاضرين يسمي حال الومات وقوة الوافين تثبت على سيسانها صرت يا ناصر على الطائلة مضرب مثال والسجايا طيبة فيك طول زمانها معرض الجدير يا الكف من عم وخال قوتك عند النشامة ثبت ميزانها لو مجي قد تعذر قصيدي في وصال صقرة في شان جراب قد معيانها فالف مبروك عسى ليكم لخير الياض يا القرومة للكرم مكرمة ضيفانها وعود نزرة يدرج من يمينه ومن شمال والفقار مبركة من خيارة اسمانها الله يبارك الراعي الحفل في كل حال والسعادة تجتمع بها لطيف الوانها قلتها وربعي عبيدة معدل تنيان لابد عند اللقاء تنعرف فرسانها والقبائل قدرها نايفن فوق الجبال ما جهلها خذ منهم ما يقدر شانها واقبلوا العرفان مني مع بيوت الانسان من بداية قافيتها التالي وزانها سلامتكم صح حسان الشاعر صح حسان صح حسان الشاعر ناصر بن عبيد النهاري ايها الاخوه الكريم نشارككم بهذه القصيده الحقيقة أنا لست شاعر ولكني أحفظ قصائد لتكليفي. قصيدة للشاعر حامد بن علي بن مايكة. يقول سريت البارحة من عند هامة على اللي يطوي البيضاء مسيرة عديم الوصف كم ضجت بنوفة حطيبة لقبل يحش كثيرة. عديم الوصف كم ضجت بنوفة حطيبة لقبل يحش كثيرة. إلى دستسليتر وانت حابي كذا حلقة حدم مثل الذخيرة وخذها من باقفة 50 متر وحوالي مثلها دلق بيرة وغدر الخط من حولي شخوط وسريت وقلت يالله في الستيرة وغدر الخط من حولي شخوط وسريت وقلت يالله في الستيرة ومسكت الخط من عندي شمال على خط ثلاثة كثيرة وصل في شيشة فيها هموت وجعلنا من حفيرة في جفيرة ومسكت الخط غرب الى جنوب سواده غادي مثل المريده
عشيرة، عسى ربي يزيد الطيبين وعسى الأنذار مدتهم قصيرة. خذان مني الجواز وجاني جاز، خفيف النفس رجل من عشيرة، عسى ربي يزيد الطيبين وعسى الأنذار مدتهم قصيرة. سريت مغرب منهم قصاد ولا صادفت في مسراي حيرة، سريت مجود للدرب غرب وصل بي هجر في مده يسيرة، وكسرت العين من خطي يمين ومسكت بريك بذيك الحظيرة، وسدحت الراس من خوف النعاس وجعلت الصيت يا راشد سريرة، سرقت النوم والقلب مهموم ورقيد الهم ما يرقد نظيرة. سريت مغرب منهم قصاد وصل بي هجر في مده يسيرة، وكسرت العين من خطي يمين ومسكت بريك في ذيك الحظيرة، وسدحت الراس من خوف النعاس وجعلت الصيت يا راشد سريرة، سرقت النوم والقلب مهموم ورقيد الهم ما يرقد نظيرة. وبقام الليل يا راشد بنين حوالي هيمعة النايم الأخيرة، وخطفت الجمس يوم التيم خمس وانا بعليل له تحي زفيرة، ومطالع الشريق وانا امويك على مزارع وحله وديره، ونظرت وشفت لي بيت كبير حوالي فله عنده كبيره، حوالي البيت حوش فيه ذود غوال سود ما فيها حقيره، قصدت البيت لوسطه رجال حوالي ضوهم مثل الحجيره، حوالي ضوهم متقابلين قصور الضو شبتها صغيره، حواليها غلام الله مقام يلقمها الرضا ويجيب غيره، حواليها غلام الله مقام يلقمها الرضا ويجيب غيره. وقضت تخلاف تقليط السلام وسلام الرجل للمجلس بشيره، قضت تخلاف تقليط السلام وسلام الرجل للمجلس بشيره، فاذا حصل بتون في المشهور تعقد خاطره وتعب ضميره، اذا حصل بتون في المشهور تعقد خاطره وتعب ضميره، واذا لقى القبال من الرجال جميل انجل منضودة عبيرة. وخذينا ساعة وحنا سكوت كما المقهور في وقت الظهيرة، ونظرت إلى الرجال الجالسين كما الحمى إلى شاف المغيرة، وقلب رجل علينا له قاط، وقلب رجل علينا له قاط، أمير القوم من رؤوس العشيرة كما الضرغام من شيخان يام، سلالة روس فرسان الجزيرة دعا بالبن يوم البن فن غرام الراس ينعشني بعيرة. وسلامتكم باقي قصيدة مع رايا. أيها الحفل الكريم ضيوفنا الأفاضل، الآن انتهى برنامجنا الخطابي وننتقل الآن إلى لون القزوري مع الشاعر عبد الرحمن بن قربة. يلا يا شباب. عليكم التحية يا سلامي، عليكم التحية يا سلامي. يا سلامي عليكم والتحية، يا سلامي عليكم والتحية، يا سلامي عليكم والتحية، يا سلامي عليكم والتحية، يا سلامي.
عليكم مساكم الله بالخير. نقول المعرس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما وبارك جمع بينهم بالخير. ألف ألف مبروك أبو ظاهر والضفاء والبنين إن شاء الله. البعيد والقريب دمركم وعودين وخروفين مني أنا وعواني ومحمد بن علي وإخوانه، ونقول الله يحييكم تحيات الحي أعد من جارة ويا مرحبين. أرضى على عشان قم ولا حد يقع. عبد الله من بار، عبد الله.